عفاك عفاك ندوزو للضيف عفاك. تفضلي اختي. لا لا كاين كاين عفاك. الا كان الضيف عفاك دخلوا. شكون يجي دابا؟ شكون يجي دابا؟ عفاك شكون اللي غيجي دابا؟ سمعتك سمعتك سمعتك. يلا 3 2 1 اي. الضيف الثاني في هذه الحلقه من بعد النجمه المغربيه نجاة الوافي معايا فاتي جمالي. اهلا بك. تفضلي. فاتي جمالي مرحبا بك. بليتي باردون غير ما بقاتش ليا الميكرو. باردون. شكون يقاد ليا مراد؟ عافاك واحد دقيقة. شنو شنو شنو؟ ما شرحتيش ليا الكونسيبت ديال البرنامج. كيفاش نشرح لك الكونسيبت؟ اش من كونسيبت؟ ما في خباريش انا حتى دخلوني بوغ موا. انا كاينة بوحدي. نو كيفاش كاينة بوحدك؟ السيدة رجعت قبل منك. وباش نحميو الطرح شعل العوافي مراد العشابي نسحبو فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي تسمع وتزيد تشعل. واش شرحتي ليا؟ انا شرحت لك. انا مشاكل بزاف في البلاطو الدراري. هاد المره ملي تعيط لي زانفيتي عرفت تشرح. لا 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 نجاس نكملوا عفاك. غير مشكل تقني معاه نكملوا. لا راه وقيلا نسيتو بانه الميكرو محلول راه سمعنا. اكوب عفاك كوب مراد راه بقيتي تغوت بحال هكا راه غنمشي انا. ماشي معاك اختي عندي مشكل. انا ما عنديش معاك مشكل نهائيا. عاد ما تبقاش تغوت بحال هكا حيت انا ما تنستحملش بحال هاد سميتو. هادي سيون بريسيون بور موا وانا ما نقدش عليها. يلا 3 2 1 اي. ودابا جا وقت الضيفه الثانيه في هاد الحلقه معايا ومعكم فاتي جمالي. فاتي جمالي مرحبا بك. شكرا ربي يخليك. شنو رايك في اداء التشخيصي الباهت اللي كدير فاتي جمالي؟ انا كنعتبرها فنانه. شنو ربما كدير شاو في الاعمال ديالها. لا ما فهمتك شنو كتقصد. اداء شنو؟ الاداء اللي انا بالنسبه ليا انت من الفنانات اللي اتنبتوا في الساحه الفنيه. شنو ظهر لك؟ لا واش كتهضر مني انت؟ هذه هي الاسئله. لا سولتك سؤال. لا 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 شويه ديال الاحترام والله. حشومه هادشي اللي كدير وما تسولناش اسئله تافهه بليز. لا عفاك احترمي راسك شي شويه. احترمي راسك شويه والله. احترمي راسك شويه فاتي. حيت انا محترمك وجايه عندك ومكبره بيك. اما تجيبني باش تطيح بيا وتبهدل بيا نو سي با بوسيبل. لا طرح اسئله مقاده ولا وحده فينا ما تبقى. حيت بقى ما مراد اخويا هادشي ديالك ما سميتو. ما يمكنش فنانه دارت اعمال ولا تقول لها ديك الهضره. ما كتقلش. اش من اعمال؟